وتعد هبطة ولاية عبري من الهبطات الكبيرة النشطة، حيث تشهد حركة البيع والمناداة انتعاشاً كبيراً، ويكون التركيز من قبل الأهالي على عملية شراء وبيع الذبائح من أبقار وأغنام. ويوفر الباعة الذين يأتون من مختلف الولايات احتياجات الأطفال للعيد من الألعاب والملابس وزينة العيد والحلويات، وآخرون يعرضون المأكولات العمانية والمواد التموينية التي تشكل أساساً للعديد من الأكلات العمانية التي يتم تجهيزها للاحتفاء بالأعياد. وتشكل تلك الهبطات فرصة للعديدين لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة النهار، مما يضفي جواً ممتعاً يزيد من بهجة العيد وفرحته.